السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم اخوكم سلمان او ريفير. اليوم جاي لكم فيديو جديد من رسلمانيا 29 ريكاب. الماتش حق هذا الفيديو زي ما تشوفون كريس جيريكو ضد فان دان جو. فان دان جو صراحة فان دان جو الحين اتوقع صار يعني توه جاي وصار اوريدي من اشهر الناس، يعني اوريدي او من كيف اقول لكم، يعني خلينا نسميها عاصفة فاندانجو. طبعا انا اول ما جاء فاندانجو صراحة يعني عجبني، يعني قبل لا يبدا المباراة عجبني كيف يمسك المايك، عجبني كيف يتكلم مع المايك، يعني ما كان يتكلم كثير، عجبني انه كيف يخدم الجماهير. كل ما يدخل ويقول له خلاص اذا ما نطقت اسمي زين ما راح اجي باري احد. فهذا عجبني، يعني عشان يكسب كره الناس، واذا انت هي لازم تكسب كره الناس، اذا ما كسبت كره الناس او اذا ما حد تفاعل معك فاتوقع ان ما منك فايده في دبليو دبليو. ف انا عجبني انه كيف كل الناس قالوا له يو كانت راسل، بعدين هو يعني سكتهم بالحركه حقته على جيريكو. طبعا اكيد اغلبكم تعرفون انا يعني احسن مصارع عندي في تاريخ، يعني في تاريخ المصارع بالنسبه لي هو افضل مصارع تابعته، وافضل مصارع يعني انا احب اتابعه واحب اعرف عنه يعني كل اخباره وكل شيء، اللي هو كريس جيريكو. أنا أكون صريح معكم، كريس جيريكو Y2J. يعني أنا جيريكو هوليك من سنين مرة. بس إنه عارف يعني قبل لا يبدأ الماتش عارف إنه فاندانجو راح يفوز، لأن جيريكو راجع من فوز، يعني راجع من التورز حقاته ورجع للدبليو بي عشان يساعد النجوم حقون المستقبل، المواهب اللي راح تصير يعني مواهب كبيرة ومشهورة في المستقبل الجاي. زي ما شفنا قد ساعد زيجلر، قد ساعد كوفي، قد ساعد الحين قاعد يساعد فاندانجو. فيعني كنت عارف من قبل لا تبدا او من قبل لا تصير المباراه الرسميه انه فاندانجو راح يفوز، بس للاسف اقولها ان طريقه الماتش كنت اتخيله، كنت اكثر ماتش متحمس له في رسلمانيا مو بضروكا وجون سينا ولا اندرتيكر وسي ام بانك، لا فاندانجو وكريس جيريكو. لان احس انهم يعني راح يبذلون جهد وراح يمتعوننا في حلبة. لكن للاسف المشكله مو مشكلتهم، مو بهم اللي خلوا الماتش مخيس، الكاتبين والمخرجين، لانهم احس انهم انهوا الماتش. يعني طريقه فوز فاندانجو بالرول بين صراحه يعني وين، يعني احس انها ما هي بحلوه، خاصه لانه فاندانجو جديد، يعني يبغى لازم يعطينا ستيتمنت، لازم يسوي شيء عشان يعلمنا انه هو يعرف صار، يعلمنا هو يعني او يسكت الجماهير او يعلمنا انه هو قوي، مو بس انه راقص كذا، لازم يعلمنا انه قوي. اتوقع لو انه سوى حركته يعني كالفينشر اتوقع ويعني فاز هو البن على جيريكو، اتوقع راح تكون احسن من انه يسوي رول بن. بس انه اتوقع يمكن هم يبغون انه شو اسمه يفوز بطريقه كيف يعني طريقه تخدع المصارع الثاني، انه انا خدع كريس جيريكو وش خدعتكم. فش اسمه ما ادري، يعني احس انه الماتش كان بامكانه يكون احسن من كذا، خصوصا لاني كنت متحمس له. فللاسف ما عجبني الماتش زي الماتشز الباقيه. لكن فاندانجو صراحه انا اشوف انه موهبه يعني صراحه ممتازه، اتوقع له مستقبل، ويعجبني انه ما يهم احد. هذا اكثر شيء يعجبني. اما جيريكو وش تبغوني اقول عن كريس جيريكو؟ ذا بيست ان ذا وورلد وات هي داز، وش تبغون اكثر من كذا؟ ف زي ما قلت لكم جيريكو اللي عجبني فيه واحترمه كثير لانه يرجع لدبليو عشان يساعد انه يطلع مواهب ويساعدهم يفوزون عليه، عشان يساعده، مو بانه في ناس يحسبونه انت تخسر كثير معناته انت ما تعرف تصارع. ترى اول شيء هذه سكريبتد،
ثاني شيء جيريكو خلاص يعني حقق حاجات ما حد حققها في الروستر الان. The first undisputed champion، يعني اول champion يفوز بتو championship في ليله واحده على ستيف اوستن وعلى ذا روك. فيعني وش تبغون اكثر من كذا؟ واتوقع 9 تايم انتركونتيننتال تشامبيون. يعني كريس جيريكو لو تكلم الى بكره ما راحوا فيه بتاريخه اللي سواه. لكن فاندانجو اتوقع يعني اشوف ما ادري ليش فاندانجو احس انه تحس كذا فيه شبه من جيريكو. ادري ما ابغى اقارنه بجيريكو لان جيريكو يعني مره احسن منه، بس اقول يعني انه تحس انه تعرفون مثلا جيريكو اول ما جاء WWF وقتها كان يعني زي الكوميدي شويه بنفس الوقت يعصب ويضحك في نفس الوقت. فاندانجو نفس الشيء، لاحظت هذا الشيء فيه، وهذا الشيء برا يعجبني في المصارع انه يعصب ويضحك في نفس الوقت ويتغيب بعض الاحيان، طبعا من ضمن ستايل لاين او من ضمن السكريبت. بس انا شيء يعجبني في المصارع، خاصه اذا كان مصارع كوميدي زي جيريكو زي فاندانجو. المهم فهذا رايي عن الماتش، اتمنى تكون هذا الفيديو، اتمنى تعطوني ارائكم في الكومنت سكشن عن هذا الماتش وعن هذول الاثنين المصارعين البطلان. اشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم ابو سلمان، مع السلامه.